طيب عويس برضو مهمة جدا النقطة اللي قالها عبد الحكيم، لأنه الحقيقة الفترة اللي فاتت احنا عايزين نقلل مثل هذه الأمور. هل المعلق من حقه ان هو يقول وجهة نظره ولا لا؟ احنا تتربينا وبدأنا في التعليق على مباراة كرة القدم بإيه؟ أهلا بكم أعزائي المشاهدين أو أعزائي المستمعين لنقل الوصف التفصيلي لمباراة فلان وفلان. أنت بتسمع وصف تفصيلي المباراة دلوقتي؟ أنت بتسمع آراء المعلقين. بيطلع المعلق بيقول كلمتين وبعدين يقول رأيه في كل حاجة في الماتش، ويبدأ يحكي بقى عن فلان ويحكي عن تاريخ فلان، لدرجة إن أحد المعلقين قعد يتكلم على كابتن أحمد الأحمر. أحمد الأحمر تاريخ كبير وأسطورة وأحد أهم نجوم كرة اليد في تاريخ مصر، يعني ما يختلفش اتنين عليه طبعا. ولكن ماتش كرة قدم أنت تقعد تتكلم على أحمد الأحمر 3 دقايق ونص ليه في ماتش كرة قدم والماتش شغال؟ أيوه علاقة كابتن احمد الاحمر تعمل له برامج مش برنامج، تعمل له برامج، انما تقعد تتكلم عليه في ماتش كوره. فايه علاقه ده بكره القدم؟ المعلقين سابوا الماتش وبداوا زي ما قال صديقي عبد الحكيم، وبداوا يطلعوا افيهات عشان السوشيال ميديا اشتغل عليها، بداوا يطلعوا تعليقات عشان السوشيال ميديا اشتغل عليها، سابوا الماتش اصلا. يعني ما تلاقيش حد بيقول، تلاقي الكوره فجاه في الجول والمعلق. انت بتتكلم طبعا على جزء معين من المعلقين وليس المعلقين، احنا عندنا معلقين كبار طبعا. الحقيقه ولهم هو دلوقتي خالد قال ايه؟ انه المعلقين منحاز. طب ما كابتن حماده امام طبعا. كابتن حماده امام قيمه وقامه، حد كان يختلف؟ الناس كانت بتتفائل بان كابتن حماده امام زي ماتشات الاهلي، كابتن محمد لطيف، كابتن علي زيور، كابتن حسين مدكور، وكان بيبقى باين شربيني. وكان بيبقى باين الانتماء عادي جدا، وباين انتماء عادي يعني جدا. يعني كابتن محمد لطيف كان بيقول الحكم اختار واحنا اللي هنسنتر، يعني الاهلي اختار واحنا اللي هنسنتر، وكانت عادي وبنضحك بس يبقى السؤال، لانه في الاخر ما كانش لما بيبدا يعلق على الماتش ما كانش ما بتلاقيش الانتماء، تلاقيه وصف تفصيلي، وصف تفصيلي للماتش. طالما المعلق خرج من الوصف التفصيلي للمباراه خرج من الماتش تماما، دخل في وجهات نظر. الكوره ما فيهاش وجهات نظر، يعني انت مش جاي تحلل، لانه في استوديو تحليلي بعد المباراه بيقعد 3 سنين يحلل المباراه، فخليك في الاستوديو التحليلي، يعني خليك في الاستوديو التحليلي. انما انت بتحلل الماتش ليه؟ يعني انت ليه بتحلل الماتش؟ ما هو الماتش هيتحلل بعد كده. فقول الكره من فلان راحت لفلان، عملها عرضيه حلوه، شوطه جامده، شوطه جميله، وبعدين تلاقي زي ما كنا بنسمع اساتذتنا الكابتن محمود بكر الله يرحمه، كابتن حماده امام، كابتن ميمي الشربيني ربنا يديله الصحه، كل المعلقين الكبار. حتى كابتن بكر اما كان بيقول رايه، كابتن بكر كان بيقول رايه خططيا، وبعدين فجاه تلاقي كل اللي قاله كابتن بكر بيحصل في الملعب، لانه كان عنده رؤيه. انما الحقيقه اللي انا بشوفه لا، وكان لعيب كره كبير، وكابتن محمود بكر وحصل على الدوري، حصل على الدوري، الدوري كابتن محمود بكر، انما كابتن حماده امام، نص الناس اللي بتعلق دلوقتي لعيب كوره، كابتن ميمي الشربيني. فالحقيقه طب هو ده